صافي ما كاش فيه لا كفته لا والو، حمراء بلا خضره. انا غتكون واحد السيده ان شاء الله فيها الخضره وبنين وصحي. شو عندي مسمن معمر بالخضره، درت فيه الفلفله حمراء وفلفله خضراء وفلفله صفراء والثوم وقصفر ومعدنوس والبرو والبصله وخزو والكابوت. فوالا هادو بغيت تقطعيهم بالليل، تقطعيهم وتشلديهم بالليل. بغيت تشلديهم في الطحانه، الطحانه عادي انا شلطو في هادي باش نشلطو مزيان باش ما يخرجوش بالعمارة، باش ما يخرج على الدقيق على العجينه، باش يبقاو طايبين بعد يتبو مزيان باش يخرجوا على العجينه. ايوا المسمن، عجينه المسمن كلشي كيعرفها. ان شاء الله باش ما نطولوش عليكم الفيديو، ان شاء الله غادي نعجن المسمن ونطيب هذا الحشو اللي ندير في المسمن وغادي نقول لكم. على السلام عليكم. والله ها هي كنشحو البصله مزيان، نديرها الملح، ندير معها خيزو ونرمي عليها البرو. نرمي حاجة مور حاجة، بقاتلنا الفلفلة والثومة غادي نرميها في الأخير ونشحروهم مزيان 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 مزيان، نشحروهم مزيان مزيان باش يتلازمو مع بعضهم بعض. يجي بنين هاد الحشو هادو، والله بنينة بزاف وصحية. صحية وما درش فيها اللحم، درتها بوحدها، حسن نستغلوا الخضره شويه احسن باللحم. اللي بغى يدير فيها الكفته، اللي بغى يدير فيها، اللي بغى يدير فيها الدجاج، اللي بغى يدير فيها. انا بغيت ندير فيها غير هكا بلا لحم بلا دجاج، نديرها حافيه. ها هي طابت الحشوه ديالنا، طايبه مزيان باش تكون شي داك الماء ديالها، بقات غير هي يابسه. ها هي حنا نعمرو السمنه ديالنا، نعمرو السمنه ديالنا ديك التعميره اللي العمارة نتاعها باش اسماعيل من الكبار، ما نساوش ناس بوبيا واحد واحد. بسم الله على بركة الله. هاد الشوية المرصو ديال اللحم اللي درتو هكداك، اللي درتو هكاك ما قطعتوش، لا كاين اللي ياكل الطعم، كاين اللي ياكل اللحم، كاين اللي ما ياكلش. مع هاد الشوربة ها هي اللي غادي نبسها بالزيت، ودرك غادي ندير مع هاد اللحم ديال الزيت الرومية شوية كترش وزيت الزيتون، وندير القزبر والمعدنوس اللي مطحونين في ترموميكس والثومة ومطيشة اللي مطحونين، هما غادي نديرهم مجموعين ثانية. وندير شوية مطيشة، مطيشة حك نتاع البوت ولا المطيشة، المهم هادي بوري، مطيشة بوري ولا مطيشة حك ولا المهم اللي كاين، شوية وصافي باش تعطي اللون.
والملحه والعطريه كاملين، سكنجبير الخرقوم وكلشي المهم غادي نديرهم وندير من بلع المهم يطيبو ابري وندير هاد الشوربه سانتير اللي غادي ندير فيها الزيت نبللها بحال نديرها بحال كسكس عاد نرميها وانا نحكم عليه. ها هي Thank you.